أعلن رجل يونانيون عرف نفسه بأنه أحد أعضاء حزب الفجر الذهبي المتطرف عن مسؤوليته في مقتل مغني الهيب هوب المناهض للفاشية بافلوس فيساس. المغني كان قد تعرض أمس لطعنتين في الصدر عند خروجه من مقهى عند منطقة كيراتسيني في العاصمة أثينا، ما تسبب بوفاته اليوم متأثرا بجراحه في إحدى المشافي. على أثر الاغتيال، فإن ألاف اليونانيين خرجوا إلى الشوارع للتنديد بالحادث الذي يعد أعنف عمل يقوم به ناشطون من حزب الفجر الذهبي. وفق مصادر للشرطة، فإن حوالي 5000 شخص تجمعوا مكان الحادث في كيراتسيني، وهو أحد الأحياء الشعبية في غرب أثينا. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم بالقوة، ورد المتظاهرون برمي الحجارة وزجاجات المولوتوف. مصادر صحفية قالت بأن معظم المتظاهرين هم ناشطون من اليسار المتطرف. يذكر أن قائد حزب الفجر الذهبي نفى اليوم تورط حزبه في حادثة الاغتيال.